السلام عليكم. كيقول المثل باش تخدم في المغرب خاصك باك بلس باك، ولكن باش تدوز الباك في رمضان والصايم يعني راه كاين. اجيو نسولوا الدراري كيفاش دوزوا الباك. السلام عليكم الاخوان. دوزتي الباك خويا؟ اييه. كيفاش داز داك الشيء؟ اخويا اش نقول لك، صعيب شويه. شنو اللي صعيب؟ شنو اللي صعيب؟ صعيب فهمتي، شي حوايج كاع ما قريناهم كاع تحطوا لينا. كاين الحراسه، كاين شويه الحراسه مشدده. الاخوان الاخ كي داز اليوم؟ اخويا في المستوى داك الشيء اش نقول لك؟ ساهل صعيب. عادي في المستوى، ماشي زعما صعيب ولا شي حاجه، يعني في متناول الجامعه انا بالنسبه لي هذاك الفرق. وبالنسبه للحراسه كي كان؟ مشتاده اخويا بزاف، ما خفوش لينا كاع زيرونا، ما كيخليوناش كاع فين نتنفسوا اخويا. القسم اللي دوزتي فيه كان فيه شي محاوله ديال النقلات؟ لا والو، ما كاينش محاولات الغش حتى هذا العام، يعني بينوا من الاول قبل ما يبدا الامتحان بينوا بزاف ديال الحوايج، يعني الا مشيتي تنقلت راه غادي تلقى بزاف ديال الحوايج السلبيه قدامك، هذاك الشيء بنادم كيبان لي هذا العام انا جمع راسو صافي. كي داز داك الشيء الاسئله؟ زوين زوين صراحه. لا سهلونا، المهم شويه الفيزيك اللي صعبونينا، اما لونجلي داز سهله، وكنتمنى توقف بالتوفيق للجميع. نتمنى توقف للجميع. قولي لي سميتو الحراسه كيفاش كانت؟ صراحه في الفيزيك الزيوره مع وديك القضيه ديال التليفونات ممنوعين وداك. لا ممنوع، ما لقاو حتى شي تليفون في القسم. اولا في الاول قالوا لنا اللي جاب تليفوني حطوه هنايا، المهم ما لقاو حتى شي واحد جابوه، والحمد لله داكشي اللي بغينا الناس. الله يوفق. شكرا اخي الله يسهل. غير عجي عجي ناشط بعدا. داكشي كان ساهل ولا صعيب؟ داكشي كان شويه ساهل. ساهل كان شي نقله؟ لا ما كايناش. لا قالوا الفيزيك كان صعيب صباح. لا انا ادب داير علوم انسانيه. شنو دوزت صباح؟ عربيه. عربيه كانت سهله؟ مزيان في المستوى. اي واحد كان غادي يخرجها. الحراسه كيفاش كانت؟ مزيانه ما بيهاش. احنا غادي مزيان الصباح داز مزيان وتاد العشيه الحمد لله. الاسئله كانت سهله صعيبه؟ كانت في المستوى، واحد اللي راجع غادي يخدم مزيان. كاينه شي نقله؟ لا ما كاين والو. كاين والو. الزيار اللي كاين. الادوات الالكترونيه والتليفونات منو؟ داك الشيء ما كاينش، ممنوع يدخل كاع الجهاز المؤسسي نهائيا، يا التليفون عادي واخا يكون طاف ولا خاطر ممنوع في المؤسسه. في القسم اللي كنتو فيه كانت شي محاوله ديال الغش؟ لا ما كانش نهائيا، محاوله ما كاينه. اش من ماده دوز؟ لونجلي دابا وصباح عربيه. اليوم الحراسه كانت متشدده. متشدده الحراسه؟ واه. وبالنسبه عاوتاني الاسئله ساهلين؟ كانت متداول جميع. شفتوا في القسم اللي كنتي فيه كان شي محاوله غش؟ لا الحمد لله. لا لا الاسئله عاديه فهمتي، اللي مراجع غادي يخدم، اللي ما مراجعش راه معول على النقيل. وكاين شي نقيل بعدا؟ لا نقيل. الحرسه كانت مزيانه. هو راه ما كاينش اللي كاين اللي جاي على حساب النقيل، وكاين اللي جاي باغي يخدم داكشي اللي حافظ. داكشي كان مزيان. كان مزيان داكشي. الاسئله كي جاتك انت؟ اسئله الحمد لله، اللي كان كيفاهم في الدرس وفاهم في وسط القسم يجاوب على الامتحانات. كفت في المتناول الجميع. الفيزيك اللي حافظ راه غيخدم. الفيزيك كان صعيب؟ بالنسبه لماده الفيزيك كان صعيبه بزاف صراحه. شوف ما لونجلي شويه متناول التلميذ، اي واحد يقدر يجاوب عليها. فيزيك ماده معامل خمسه وستريس، واول ماده مع الثمانيه والخلعه وداك الشيء. وراك عارف الخلعه منين كنتو مخلوعين؟ وراه اللي حافظ هو اللي كيتخلع، اللي ما حافظش ما مسوق. ديك الخلعه اللي قال لك اللي لقى عنده تليفون كاينه فيها الحبس وفيها رابور وفيها اي، قال لك لا التليفون عندك عامين. اش التخربيق؟ الحبس واش خلعنا؟ واش خلعنا؟ كما تبعتوا معنا مشاهدينا كانت هذه اجواء اليوم الاول من امتحانات البكالوريا في مدينه الداخله. تلاميذ كاين اللي نقل كاين اللي ما نقلش، كاين اللي جا امتحان سهل كاين اللي جا صعيب. نتمنوا لهم كلهم التوفيق ان شاء الله والنجاح. الى هنا غنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، يمكن لكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على فيسبوك. الى اللقاء.